عزيزي المشاهد الجميل اللي يقولك بقى العرب مستهلكين للتكنولوجيا وبس واخرهم يلعبوا بابجي، قول له راجع نفسك. موبايلك، لابتوبك، كاميرتك، عربيتك اللي بالكهرباء واي حاجه بتتشحن حواليك ما كانتش هتتشحن لولا عالم عربي من اصل مغربي هو اللي طور بطاريات. ولو كان وافقوا يسجلوا براءه اختراعه في السبعينيات كان زمانه ملياردير وياخد نوبل وهو حاطط رجل على رجل. بس هتقول ايه؟ نصيب. حلقتنا النهاردة عن رجل البطاريات العالم المغربي ابن مدينة فاس، رشيد اليازمي. أنا محمد الزمزمي وأهلا بيكم في أصله عربي. في أطفال كده بيبان عليهم النبوغ وهم صغيرين، والعالم رشيد اليازمي كان واحد منهم، وبرغم حبه الكبير للعب الكرة كان متفوق دراسيا جدا. أستاذ فرنسي واحد النهار قال لي، نظرني في عيني وقال لي: أنت رشيد ستكون باحث في الكيمياء. اتولد في مدينة فاس سنة 1953 ودرس فيها لحد الثانوي. سافر سنة 72 لفرنسا عشان يبدأ رحلة عملية جديدة هتبقى البداية لسطوع نجم المخترع المغربي في العالم كله. أطروحة الدكتوراه بتاعته تمت في مختبر تابع للمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي في علم المواد، حوالين ايه بقى؟ دمج الليثيوم بالجرافيت عشان يعمل بطارية نقدر نشحنها تاني. خلينا اوضح لك اكتر عن بطاريات الليثيوم. هي وحدات تخزين للطاقة اللي بتشحنها من الكهرباء، وبعدين بتبدأ تفضى واحدة واحدة وترجع سيادتك تشحنها تاني. فأبحاث الدكتور رشيد في الليثيوم عملت طفرة في حلول تخزين الطاقة، ومهدت بقى الثورة في الأجهزة الإلكترونية اللي بنستخدمها النهاردة. بس تعرف بقى، ساعات في اختراعات بتيجي قبل أوانها، فالناس ما بتستوعبش الكلام ده فبتتأخر شوية على ما تطلع. ممكن بقى بسبب موظف مش فاهم، دكتور أفقه ضيق شوية. في أواخر السبعينيات ما كانش في حاجة اسمها بطارية بتتشحن، لكن اليازمي مصر وعايز يخليها تتشحن. فمحدش مقتنع بفكرته، فكتب تقرير وراح ياخد بقى براءة اختراع، لكن ما وافقوش وقالوا له والله الاختراع ده ملوش أي مستقبل. راح عامل ورقة بحثية ونشرها في سنة 1982. تعدي الأيام والسنين، وفي سنة 1990 يجي للدكتور رشيد اليازمي تليفون من مدير الأبحاث في شركة سوني ودعوه لزيارتهم. استقبال حلو، وقالوا له عندنا ليك مفاجأة، سيربرايز، انت اول حد هيعرف بيها. سوني بعد شهرين هتطرح اول بطارية ليثيوم قابلة للشحن. الخلاصة، احنا خدنا فكرتك اللي انت مش مسجلها وطورناها واشتغلنا عليها وتمام التمام. الراجل اتفاجئ، يعني افرح ولا ازعل؟ افرح ان الفكرة اتطبقت، ولا ازعل ان اليابانيين خدوها كده من غير اي حاجة؟ شوية زعلان. انا قلت لو كان عندنا هذاك يعني البراءة لما اخدوها يعني مجانيا. فبطاريات الليثيوم في الاساس اصلها عربي. انجازات المهندس المغربي رشيد اليازمي مش بس في البطاريات القابلة للشحن، لكن بعد اكتر من 8 سنين بحث بقى وشغل توصل الى اختراع تقنية جديدة تخليك تقدر تشحن بطاريات السيارات الكهربائية في زمن قياسي، مسافة ما سيادتك تشرب فنجان قهوة. التقنية دي اعتبرتها شركة تسلا موتورز الامريكية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية حل سحر المنتجاتها اللي بتغزو العالم. يعني هتقدر تشحن عربيتك في 20 دقيقة بدل ما كنت بتسيبها طول الليل بتتشحن. رشيد اليازمي واحد من ابرز الباحثين في المعهد الوطني للبحث العلمي في باريس، وكان مدير للبحوث فيه لسنين طويله، وكمان في اكبر الجامعات في العالم، وبيدرس في اليابان في جامعه كيوتو اليابانيه ومعهد كاليفورنيا للتقنيه، وكمان اتعاون مع وكاله الفضاء الامريكيه ناسا في برنامج هدفه ارسال مركبات فضائيه بتشتغل بالبطاريات القابله للشحن الى كوكب المريخ. وفي 2005 تم ارسال اول مركبه الى المريخ بتشتغل ببطاريات ليثيوم بتتشحن بالطاقة الشمسية، ودي كانت أول مرة. من المغرب بقى مروراً بفرنسا واليابان وبعدين الولايات المتحدة الأمريكية وصولاً إلى سنغافورة، سطر اليازمي مشوار دراسي ومهني متميز، سجل فيه أكتر من 120 براءة اختراع، ضيف عليهم أكتر من 200 بحث علمي في مجالات علمية مختلفة. وحالياً هو عايش في سنغافورة لأنه في 2010 اتولى إدارة البحوث في الطاقة المتجددة في أكبر جامعة في سنغافورة. حصل على مجموعة من الجوائز من جميع أنحاء العالم نتيجة إنجازاته اللي عملت ثورة في الحياة العصرية اليومية، لكنه بيحتفظ بمكانة خاصة لجائزة تشارلز درابر اللي حصل عليها سنة 2014، ودي بقى بتمنحها الأكاديمية الأمريكية للهندسة بواشنطن، وتقدر تعتبرها كده زي نوبل بس للمهندسين. البطارية القابلة للشحن بقت عنصر أساسي في حياتنا اليومية
في كل حاجة، ونمت الصناعة دي اللي المتوقع إنها توصل لأكثر من 56 مليار دولار بحلول عام 2027. وعلى الرغم من بلوغ 68 سنة، اليزمي مستمر في إجراء بحوثه عشان يسهل حياتنا أكتر وأكتر. شكراً دكتور رشيد اليزمي على إنجازاتك، وشكراً لأنك سهلت حياتنا وأفدت البشرية ببطاريات الليثيوم وغيرها من الاختراعات اللي في التاريخ هتفضل أصلها عربي. شكراً للمتابعة، واستنونا في حلقة جديدة.